أما هلأ ليا بنتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، رح نحكي فيها عن صحة الفم والاعتناء بالأسنان. كلياتنا بنحاول قد ما فينا نعتني بأسناننا، بس في كتير من المشاكل ممكن تصيب الأسنان. خلينا نحكي عنها وكيف ممكن يتم العلاج مع الدكتور محمد علي، اختصاصي في طب الأسنان وعلاجها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح السادة المشاهدين جميعا، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا دكتور. يعني بالبداية هيك خلينا نحكي بالعموم، كثير مننا مو كثير، كل الناس بتأهمل يمكن أوجاع الأسنان لحتى يوصل للذروة، ولكن في مشاكل ما بتتخبى. خلينا نحكي عن أبرز المشاكل يلي نحن لازم إنه نعالجها فورا، لأنه ممكن تؤدي إلى فقدان الأسنان، ممكن تعمل خراجات، وممكن تعمل مشاكل كثير. يتعرض الوسط الفموي للعديد من المشكلات. هاي المشكلات أهم أسبابها هي عدم العناية الفموية بشكل مظبوط والابتعاد عن الصحة الفموية. نحن فينا نتدارك معظم المشاكل التي تصيب الفم واللثة والأسنان بالاعتناء الجيد بالأسنان، من خلال فرشات أسنان، من خلال المضامد الفموية، ومن خلال الخيوط بين السنية. طبعا مشاكل الأسنان هي كثيرة، يعني بتبلش من نخر بسيط بيصيب السن، بيتطور لخراج معين، ممكن يوصل لمرحلة إنه نقلع السن تماما. في عندنا مشاكل متعلقة باللثة، إلى أسباب كثيرة كمان. في عندنا مشاكل متعلقة بالروائح الفم، أو ما يسمى علميا بخر الفم، كمان له أسباب كثيرة وله علاج، وكل مشكلة وإلى حل بإذن الله. طيب دكتور، خلينا نحكي يمكن عن أهم المشاكل اللي ممكن تصيب الأسنان واللثة، لأنه يعني أحيانا بتلاقي الناس بتهتم بشكل، بس نحن متعودين على الاهتمام الروتيني، يعني هي إنه عندك تفرشي أسنانك تنظفهم، بس لا، في أمور أخرى كمان لازم الواحد يهتم بأسنانه، وممكن تعمل مشاكل غير التسوس مثل التهاب اللثة. بالنسبة لالتهابات اللثة أو الخراجات اللثوية، هي ببلش السن بالنخر بشكل بسيط. إذا أهملوا المريض وما عالجوا بشكل مباشر، بيتطور إنه يوصل الجراثيم والبكتيريا للب السن، وإذا زاد الإهمال أكيد بيتحول لخراج. هذا الخراج ممكن يوصل لمرحلة انقلاع السن. أسباب النخر كثيرة، أهمها تناول السكاكر المفرط. ما في مشكلة للمريض أو أي شخص يتناول سكر أو حلويات، بس بعد أي تناول أي حلويات لازم يفرشي أسنانه، لأنه الحلويات أكيد بدها تتراكم على سطح السن، تيجي البكتيريا تتغذى عليها، وبعدين تبلش بمرحلة النخر فيما بعد. نعم دكتور، خلينا شوي هيك ننتقل ونحكي إلى مشاكل اللثة. إحنا أيمت من نقول إنه عنا مشكلة باللثة، شو لازم يكون اللون، درجة اللون اللي لازم هي تكون فيها لثة صحية، ولكن إذا نحن لاحظنا إذا كان في ورم تراجع، كيف نحن بنقدر نلاحظ؟ هلا مشاكل اللثة كثيرة، بتبلش من خير الخراج، يعتبر مشكلة صارت متعلقة باللثة، وأسباب الأسباب نتيجة تراكم لوائح جرثومية ممكن تشكل جيوب لثوية. هاي الجيوب بتتراكم فيها فضلات طعامية، ممكن نوصل لمرحلة إنه تعمل مشاكل كبيرة باللثة، تعطي رائحة كريهة فيما بعد. نحن فينا نتغاضاها كل المشاكل هاي من خلال مثل ما حكينا من شوي، النظافة والمضامد والخيوط بين السنية. وهي اللون شو لازم يكون؟ بالأحمر الوردي، هو اللون الدارج الطبيعي للثة. أكيد لما بتصير لثة ملتهبة بتكون نازفة، يعني بلمسة بسيطة أو أي أكلة قاسية شوي، ممكن تفاحة بسيطة بتعمل نزف لثة. هي أولى علائم مرضى اللثة، مرض اللثة. طيب خلينا نحكي عن خراجات اللثوية، كيف بيتم علاجها؟ ممكن يكون لهم درجات بالالتهاب، تختلف طريقة العلاج. تمام، هلا الخراجات ممكن تكون الخراجات ناتجة عن نخر غير معالج بيتطور لخراج، ممكن يكون الخراج نتيجة معالجة سنية سيئة، يعني معالج المريض سنه بس المعالجة سيئة بتتطور لخراج، ممكن يكون عن الطريق الراجع، يعني نتيجة وجود التهاب نسج حول السنية بيصير خراج عن طريق اللثوي، وبيتظهر على شكل ورم هذا الخراج. تماما.
نعم دكتور، كثير في هلا من الصبايا خاصة وبعض الشباب عاملين فينير لومينير قصص تجميلية لأسنانهم، بنلاقي بعد فترة اللثة عم تتراجع، عم يصير في باللثة مشاكل. خلينا نحكي يمكن عن أبرز المشاكل يلي بتسببها المواد التجميلية يلي بتتركب على الأسنان. بالنسبة لوجوه الفينير أو الزيركون، هي أهم شيء تكون على أيدي خبيرة بحيث أنه المقاسات تجي دقيقة، ما يجي فراغات بين الوجه الفينير واللثة أو الوجه الفينير والسن نفسه، لأنه أي فراغ رح يتراكم بقايا الطعام رح تتحول، تجي الجراثيم تفكك هاي الطعام تعمل مشاكل باللثة. تماما. في عنا أدوية معينة ممكن تعمل التهابات لثة، أدوية معينة هي أدوية لها علاقة بأمراض. تماما. في أدوية معينة يعني المرضى اللي بياخذوا مضاد اختلاجة اختلاج، المرضى اللي معهم سرطانات أدويتهم ممكن تعمل التهابات لثة. ومراحل التغير الهرموني، يعني بالمرأة الحامل بنلاحظ عندها التهابات لثة بتظهر فجأة، صحيح، أحيانا بتكون معممة أحيانا بتكون موضعة. مرحلة التغير الهرموني عند المراهق، يعني هي بننسبها لهرمونات معينه، تغير هرموني عند الشخص. وفي امراض نسوية وراثيه ممكن تكون، يعني تابعه لطبيعه الاب والام. طيب دكتور، خلينا نحكي عن اصفرار الاسنان او تلون الاسنان، التصبغات اللي بتصيب الاسنان والرائحه الكريهه، يعني هي المشاكل يمكن كثير من الناس بتعاني منها. خلينا نحكي عنها، اساس واسباب المشكله وطرق العلاج. تماما. اهم مصبغات الاسنان اللي بتعطي تصبغات للاسنان، في عندنا عوامل خارجيه وفي عندنا عوامل داخليه. العوامل الخارجيه عادات بتبع الشخص كتدخين، تناول المفرط للكحول، التناول مفرط للمشروبات الغازيه، تناول مفرط كمان لاي يعني القهوه والشاي بتعمل تصبغات. في ناس بتلاقي تصبغات عليها اكثر من ناس، يعني تماما بتكون في مشكله ببنيه السن. هي بنحكي عنها بعدين. هاي العوامل الخارجيه، التدخين وكذا وتناول الكحول. في عوامل داخليه بتتعلق مثلا اذا الدوائي، فينا نعتبرها اذا الام بالمرحله الجنينيه اخذت مضادات حيويه تتراسكلين تحديدا، او الطفل قبل عمر 8 سنوات صار ياخذ هي التتراسكلين، يعمل تصبغات خارجيه بالاسنان. في عندنا تصبغات خارجيه ناتجه عن المياه الغنيه جدا بالفلور. هاي بتعطي تصبغات صفراء لبنيه لون نتيجه انه المي موجود فيها كميه كبيره من الفلور، مع انه الفلور ماده طبيعيه وبتقي من النخر، ولكن زيادته بتعمل تصبغات. ومعالجتها صعبه جدا، يعني ممكن نضطر لتتويج الاسنان من خلال وجوه فينير او زيركون. بنلاحظ يعني هي باهلنا بمنطقه تدمر والقامش اللي عندهم مياه كثير كثير فيها فلور. ممكن نلاحظ تصبغات عند بعض المرضى اللي بياخذوا ادويه، مثل ما قلنا ادويه الضغط ممكن تعمل تصبغات، ادويه مضاده للهستامين ممكن تعمل تصبغات، والادويه المضاده للنفسيه، الادويه النفسيه. بنيه السن طبعا، بنيه السن هي كل ما زاد العمر كمان، في مع تقدم بالعمر ممكن نلاحظ انه السن اصفر، لانه الطبقه الخارجيه من السن هي الميناء، هي بتترقق مع الزمن، بتشف الطبقه اللي تحتها هي طبقه العاج، وهي مايله للصفار هي الطبقه. نعم. بالنسبة لروائح الفم حضرتك سألتي، روائح الفم المزعجة أو بخر الفم كمان أسبابها خارجية، مثل ما حكينا التدخين ما تدخين وكذا. ممكن يكون أسباب قلة اللعاب الموجود بالفم نتيجة التنفس الفموي، في مرضى عندهم مشكلة بالأنف، ناميات أو انحراف وتر أو كذا، بيلجأوا للتنفس الفموي عن طريق الفم، هي بخف كمية اللعاب، وبالتالي اللعاب نعرف انه في عوامل مناعي وعوامل هو طبيعته قلويه بتعدل حموضه المواد اللي بتفرزها الجراثيم الموجوده بالتم، ممكن تعطي روائح تم كريهه. في عندنا روائح فم اسبابها كثير كمان مختلفه، في عندنا روائح فم ناتجه عن طريق الهضمه، ممكن تكون هي القلس بيكون في ارتداد للحمود الموجوده بالمعده للمريء، هي وقتها انه ممكن نحوله للطبيب هضميه يحل المشكله. معالجتها معظمها انه عن طريق العنايه الممتازه، مضامد تحتوي على منكهات وروائح عطيره،
معالجه الاسنان بشكل اساسي تماما. في التهابات كمان 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 الخراجات ممكن تعطي روائح فم كريهه، التهابات لسه بتعطي روائح كريهه، اذا في حشوه سيئه ممكن يتراكم تحت طبقه من الاكل كمان تعطي روائح كريهه. مثل ما حكيت من شوي وجوه الفينير او الزيركون اذا مو مركب بطريقه مضبوطه 100% اكيد رح تعطي روائح كريهه. والمعالجه حسب السبب، يعني كل سبب منعالجه، بس اهم شيء المجمل بيلعب الدور العناية الفموي هي اساس كل شيء. نعم، خلينا نروح لبعض العلاجات دكتور مع حضرتك. يعني بلش بالنخر، في كثير من الاشخاص بيكون عندهم نخر بسيط بيتم معالجته ولكن بيرجع بينتكس مره ثانيه، ممكن هي اخطاء او عدم نظافه. وكمان خلينا نضوي على فكره سحب العصب، تلبيس الاسنان، يعني كل هدول اذا ما كانوا متقنين وعلى اكمل وجه قديش بيسببوا مشاكل للمريض. حكينا من شوي انه اي معالجه خاطئه للسن كمان ممكن تعمل خراج. نحن بهمنا انه اذا ظهر اي نخر من خلال طبعا بنكشفه، اما من خلال الشخص نفسه او من خلال المراجعه الدوري لطبيب الاسنان كل سنه مرتين على الاقل. اي نخر بدايته بيكون سهل، بنحفره وبنحشيه مباشر. اذا المريض اهمله اكيد رح يتطور وتوصل بكتيريا لعصب السن، وقتها رح نضطر نسحب العصب. وبعد سحب العصب السن يعني فينا نعتبره انه تموت، بنسحب عصب بنحشي يفضل يتلبس ويتتوج بحيث يحافظ على قوته، لان السن بس نسحب عصبه بصير قصف، ممكن تحت ضغط اي قوى اطباقيه قويه شوي يتق اذا ما يعني ينكسر نصين اذا ما تلبس. طيب دكتور خلينا نحكي عن نظافه الاسنان عند الاطفال. يعني دائما بنشوف في مشاكل عند الاطفال، بس بيقولوا لك الاهل انه هي اسنان لبنيه انه بدها تتبدل نوعا ما، الاسنان الاخرى بنعتني فيها اكثر. اهميه الاعتناء باسنان الاطفال من فينا نقول السنين الاولى للطفل. العنايه بالاسنان اللبنيه هي مثلها مثل الاسنان الدائمه، لان موجوده بمرحله معينه الطفل بيكون جسمه بحاجه لغذاء مشان ينمى مشان النمو تبعه، اذا ما عنده اسنان كويسه ما راح في يمضغ الطعام بشكل كويس. لذلك نحن بنتعامل مع السن اللبني مثله مثل السن الدائم. في حال ظهر اي نخر بنعالجه تماما، وفي حال تطور ممكن نسحب عصب وممكن نلبس وتلبيس للاطفال للاسنان اللبنيه، ونحافظ عليه بالمرحله حتى قبل ما لما بده يبزغ السن الدائم يكون السن اللبني موجود بمكانه، بحيث انه يلعب دور حافظة مسافة كمان، لانه اذا شال السن اللبني قبل وقته بفترة طويلة ممكن الاسنان اللي بعده تنسل، في بنسميه انسلال اسنان باتجاه الانثى تعمل مشاكل. بس يجي السن الدائم حتى يطلع ما يلاقي مسافة، يطلع دهليزي او لساني، نضطر فيما بعد نعمل تقويم. لذلك العناية بالاسنان اللبنية مثله مثلها مثل العناية بالاسنان الدائمة. تماما. دكتور بما انه هيك عم نحكي عن مراحل النمو الاسنان وعن علاجات الاسنان عند الاطفال، بمرحله المراهقه تقريبا اغلب الصبايا والشباب بيحطوا تقويم للاسنان. هون خلينا نضوي على نقطه وعلى فكره كثير مهمه، النظافه بالتقويم، معالجه الاسنان قبل وضع التقويم او خلال وضع التقويم، وضع المثبت اذا اضطر الامر الى عمل اجراء الجراحي من اصل لسه والى اخره قبل التقويم ومع التقويم. كمان هون قديش مهم انه نحن نكون واعيين انه عندنا مشاكل لازم نحلها قبل وخلال التقويم مشان ناخذ نتيجه، لانه اغلبهم بيشيلوا التقويم ما بقى بيرجعوا اسنانهم مثل ما كانوا. تمام. هلا بالنسبه للتقويم يفضل انه يكون في مراقبه للطفل، يفضل قبل سن قبل سن المراهقه انه يتركب التقويم، بيكون عظام الوجه عم تنمو وبالتالي بتكون الاستجابة أفضل، وبسن المراهقة كمان سن مناسب جدا لإجراء التقويم. طبعا يعني بما انه هلا سن المراهقة عم بلش بكير، يعني عم بحكي صف سابع تعمل والله ممكن. نحن بنعتبر سن المراهقة مترافق مع مرحلة عمرية معينة. بالنسبة للإجراءات أثناء التقويم يفضل يعني بيلتزم هون الطفل أو البالغ بالتنظيف الأسنان بشكل أكثر صرامة، لأنه الحاصرات التقويمية ممكن تحبس جواتها لويحة جرثومية بقايا طعامية. صحيح. لذلك بيتطلع، وفي فراشة خاصة لمرضى التقويم، هي بين الأسنان بحيث إنه ينظف السطح الخارجي للسن بشكل كامل. بعد ما يشيل التقويم أكيد في أجهزة تثبيت، هي بيحطها للمريض
من 3 إلى 6 أشهر، لأنه يعني إذا ما استخدم هاي أجهزة التثبيت ممكن تنكس الحالة تماماً وبيكون تعب على الفاضي. يعني بيكون تكلف مادياً ومعنوياً وعذاب. بتعرف التقويم بيترافق مع آلام. التثبيت أساسي بعد التقويم. طيب في يمكن تقويم بنشوفه دكتور كمان خارجي هو بيتعلق بطبيعة الفك ونمو الفك، هون لأي حالات ممكن نشوف عند الأطفال هيدا التقويم؟ هو حالات نادرة، استطباباته بروز فك سفلي معند على التقويم العادي، ممكن نستخدم التقويم خارج الفموي. هلا أنواع التقويمات كثيرة، الشائع الشكل الشائع لإلى هو الحاصرات اللي دارجة المعروفة. في أجهزة غير مرئية ممكن تكون تنحط على السطح الخارجي للسن من الخزف أو من الزيركون، من الخزف خزفية، حاصرات خزفية، حتى الأسلاك بتكون غير مرئية. وفي تقويم فينا نحطه بالسطح الداخلي للأسنان. هذا مؤقت الداخلي؟ لا دائم. بس له حالات معينة، ما يعني له استطبابات، كل تقويم له استطبابات. أكثر تقويم شائع وبيعطي فعالة هو التقويم اللي المعتادين عليه، الحاصرات ستانلس ستيل بنشوفها. تماما. أنواع التقويمات الأخرى إلى استطبابات وإلى مشاكل، والمعالجة تبعها طويلة. لأن قوى الضغط بتكون خفيفة وبالتالي المعالجة بتضل فترة أطول. نعم. دكتور طيب كيف فينا نهتم ب يعني بجودة الأسنان عند أطفالنا وقت يفرموا أسنانهم؟ كيف فينا نحن لحتى ما يوقعوا بمشاكل يعني كتير كبيرة لما يكبروا؟ كيف فينا نحن في مثلا متممات غذائية، فينا ناخذ فيتامينات، فينا نعطيهم عفوان، شو يعني غير النظافة، شو هي يعني أبرز شيء نحن فينا نضوي عليه اليوم؟ موضوع النظافة، غير موضوع النظافة ممكن نحن بس يكبر ابننا ما يتعرض لنخر ومشاكل. تمام. هلا ممكن نلجأ لوضع الفلور على السطح الكامل للأسنان. هاي الفلور مع يعني مع مادة مقاومة للنخر وبتعطي السن مناعة ضد النخر نسبية. إذا ترافقت مع العناية الفموية اللي حكينا عنها، فرشاة أسنان مضامد كذا، بيكون الأمور كتير مرتاحة كويسة. يعني فيتامينات ومتممات غذائية. الغذاء أساسي لنمو الجسم كله. والأسنان هي من الجسم. هل المشاكل هي بتكون بعض الأحيان وراثية؟ لأنه بيقولوا مثلاً إنه أنا شعري كتير منيح، أظافري كتير منيحة. وراثي بتلعب دور بكل شيء بالجسم. يعني أكيد نحن مورثاتنا أخذينا عن آبائنا وأمهاتنا، لذلك بتلعب بأي شيء بالجسم هي الوراثة. ما عندنا إلا مثل ما حكينا من شوي العناية الفائقة ومراجعة طبيب الأسنان. أنا بركز على مراجعة طبيب الأسنان الدورية، لأنه طبيب الأسنان هو اللي ممكن يحل المشكلة قبل ما تتفاقم. يعني بالدرجة أي مشكلة إلى درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، قبل ما توصل لدرجة أخيرة ونضطر لقلع السن أكيد في حلول، بس يكون في مراجعة دورية. والأطفال بالنسبة للأطفال يعني السن الضرس الدائم بيبزو بعمر 6 سنوات. في أهالي بيفكروا سن لبني بيهملوه. أنا بنبه الأهالي أنه السن أو الضرس الدائم الأول بيبزغ بعمر 6 سنوات، من هون يعني مفروض تكون العناية صارمة، لأنه صار أسنان لدائمة وهي من 6 سنين رح ترافقنا مدى الحياة. طيب دكتور خلينا أحكي يمكن ظاهرة كتير بنشوفها عند الأطفال بسنينهم الأولى، النخر بسبب بيقولوا لك الحليب المحلى، قديش له آثار على الأسنان وطبيعة تنظيفها عند الأطفال؟ لأنه الطفل بياخذ حليب لعمر يعني فينا نقول اول 6 سنوات، بس في منهم مثل ما بنشوفه هو مدعم، حليب مدعم بالفيتامينات وبنفس الوقت محلى. اغلب الدكاتره بيقول لك له اثار على الاسنان، لهيك يجب تنظيفها بشكل مستمر. هلا الحلويات او السكاكر هي الاساس، النخر اساس النخر. الطفل يعني ممكن من بزوغ اول سن لبني بنجي لاجراءات العنايه الفموي عن طريق قطنه مبلله بالماء، الام مثلا بتنظف له اسنانه بعمر 2 سنين. مفروض نحن نكون عودنا الطفل انه وشجعناه انه يتعود لعاده يفرشي اسنانه، حتى لو حطينا له كميه قليله جدا. حتى اللي بيشرب حليب بالليل له اثار، يعني ثاني نهار بيتنظف. تمام. هو شرب الحليب بالليل بتعطي يعني هي من اكثر المشكلات اللي ممكن تعطي نخر، لانه هي شرب الحليب المحلى بالليل، هي السكريات، الطفل بينام 7-8 ساعات، هاي الفترة المناسبة لأنه الجراثيم تجي تفكك هاي السكريات وتشتغل بالسطح الخارجي للسن مسببة للنخر.
لذلك مثل ما حكينا من شوي انه بعمر السنتين المفروض الطفل يتعود يفرش اسنانه حتى لو بكميه قليله جدا من المعجون، لانه الكميه كثيره ممكن تعمل مشاكل اذا بلعها. هاي العاده بتروح معه مدى الحياه. نعم. مجرد ما تعود عليها انه يفرش اسنانه. نعم دكتور، خلينا ننتقل ونحكي بموضوع لمعان الاسنان. بعض الناس بيروحوا عند طبيب الاسنان بيقول لهم اسنانكم سليمين ما فيها شيء، ولكن هن عندهم لمعه بالماء البارد، بالماء الساخن او بالمثلجات. خلينا نحكي من شو بتصير اللمعه، وامتى بتكون هي لمعه بمشاكل، واما بتكون هي لمعه من طبيعه، في شيء اسمه طبيعه سن او طبيعه ضرس؟ هلا اللمعه هي مؤشر انه ممكن يكون في نخر. الطبيب بيفحص الاسنان، اذا ما في اي نخر ممكن تكون عندنا السن مكون من تاج وجزر. اللي بيغطي التاج هو ميناء الاسنان، واللي بيغطي الجزر هو الميلاط. نقطه التقاء الميلاط مع الميناء السن ممكن تكون هون في نقطه ضعف، ما يكون ملتحمين بشكل كامل، وبالتالي بيبين الميناء العاج عفوا. والعاج عباره عن طبيعته التسريحيه، هي عباره عن انابيب موشوقه. انابيب هي الانابيب تنقل الاحساسات البارده لعصب السن. ممكن يكون عندنا تراجع بهالنقطه، هي اللي عم تعمل حساسيه الاعناق. هون بنلجا ل فينا نكوي كوي بالازوت السائل، وفي معاجين اسنان للاسنان الحساسه. هي بنوصفها بعد فتره معينه اغلب اسبابها وراثيه، صح؟ الوراثه هي اساس. وسوء مثل ما قلت لك، سوء التحام بين منطقه تاج السن مع جزر السن. هاي المنطقه اذا كانت مكشوفه بتنقل احساسات لعصب السن وبتعطي هاي الاحساسات عن طريق في معجين. حاليا مثل ما حكينا انه للاسنان الحساسه بتشكل طبقه معينه بتمنع العوامل الخارجيه، وخصوصي البارد او الحلويات، هي اللي بتعطي هاي اللمعه اكثر شيء، انه توصل للسطح الداخلي للسن او لعصب السن، وبيكون الوضع ان شاء الله كويس. دكتور، ختاما سريعا معنا دقيقه، بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعون، اهميه فعليا الاعتناء بالاسنان والمحافظه عليها، لانه اساسا خيار الدكتور هو الخيار الاخير للكل، بسبب نعرف التكلفه والغلاء طبعاً. اليوم ففينا نحن بالبيت نحافظ عليهم ونحافظ على سلامه اسناننا. هلا مو طالب ايدنا الا نوصي الاخوه المشاهدين المزيد من العنايه الفموي، المزيد من العنايه الفموي. العوامل الثانيه سواء وراثي لا حول ولا قوه، يعني العنايه الفموي يعني تقي من معظم مشاكل الاسنان. والمراجعه الدوري مثل ما حكينا من شوي لطبيب الاسنان، اي مشكله بنحلها قبل ما تتفاقم او تتضخم. نعم، وغير هيك ما فينا. شكرا كثير دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم بكل خير. شكرا لك دكتور.